وزير الداخلية يحسم في قراره يحسم ويحيد علينا هالسي. احنا خرجنا في مسيرة شعبية قداش فيها ما يزيد على 4000 بشر، وقفنا قدام العمالة ولا في تكبيرة فيها ساكنة تزت وطالب برحيل العامل ومديري وكالتي الماء والكهرباء. رفعنا اللافتة، احنا كنا كنتظروا اضعف الايمان، وزير الداخلية هز علينا دخينا لاننا بحثنا فيه وعرفنا شكون هو. عندنا الاخوان ديالنا في جرادة قالوا لنا كلا الفلوس ديال محاربة التصحر، كلا فلوس محاربة الجفاف في جرادة، ومتخصص في القمع وقمع العمال ديال الشاربون في جرادة، معروف الملف ديالو، معروف انه متخصص في القمع. نهار التالي قمتوا المنيتات ديالي وانا ترميت عليها، ملي ترميت عليها بقاو عليا بالركل، بالركل قتلوني قتلوني وطلعوا لي السطح وجروا لي داك الشيء وهادو شي جاج السطح عند واحد البيت ديال السطح مغطيابين، هرسوه لي ما خلاوش فيا، ما خلاوش من 10 الليل هما كيضربوا فينا الا حتى الوحده ونص، لان الاشاعه دابا اللي كانت في الاعلام هي ان ولاد الكوشه هما اللي قاموا بهذا. لا 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 لا، ولاد الكوشه ديالنا انسحبوا مع انسحبوا شي ولاد الكوشه، ماشي حنا ولاد الكوشه الخطا ديالي هو اللي هجم علينا، الخطا ديالنا هو لان حنا في احدى العماله، في احدى العماله ملي كيطلعوا يهجموا الناس على العماله ملي كيسبق عليهم السيمي كيهجموا. دابا ماشي ماشي غير ولاد الكوشه، بحكم واحد المره كانوا غير مجاهدين كيديروا الاضراب، طلعوا الكوشه هما اللي داروا المعطلين لصقوا فينا، قالوا لا تحيد لان الحيد ديالنا قريب للعمل، المعطلين كيديروا تما اعتصامات ملي كيسبوا عليهم كيجيو عندنا، دابا 20 فبراير ملي كيمشوا مساكن تما عاوتاني كيسبوا يجيو عندنا، لان حنا قراب للعماله، هذا هو المشكل. ماشي انا غادي نخلصها الولاد معطلين، الولد عنده ليسانس هذه 7 سنين او 8 سنين ولا 15 عام واقيلا اللي عنده 45 في عمره، منين غادي نخلصها؟ وعندي جوج وليدات، منين مشينا نشكيو عنده يا سعادة العميد دخلنا عنده، ها هي هذه واحد الله منك، دخلنا لعند العميد قالنا خلي يفوت الانتخابات وغادي ندير لكم حل مع المدير التوعي، هي قالت الانتخابات وهو قال لنا ما يروحوش يمشوا للصحراء، واش غادي نعطيكم الصحراء على خدمه؟ واش سيروا تخلصوا الدور ديالكم؟ انا راني كنخلصوا، واش هذا العام كيخلص ولا هذه هي سبب المشاكل؟ يعني هاد هادو الدراري كنطلبوا حقوقنا، كنطلبوا الدو جانا غالي والما جانا غالي، حتى كيقول لهم شي صحراء هي اللي ضامنين عليها عندي احسن منكم انتوما، الزربيه اللي كنصيبوا عليها حنا عندي احسن منكم انتوما، باش 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 خلوهم او باش أو باش يصيفطوا في المدن يخدم بالليل وكينعسوا بالنهار، بقي لنا عس حتى خرج مع ثلاثة هبط لتزلت. جميلة. أنا كنخدم خديمة البيوت. جميلة. جيت من الخدمة طلعت للدار جبرت ولدي ما كاين، سولت أختي قلت لها فين خوك؟ قالت لها ماما راه خرج مع ثلاثة ما عرفتوش فين مشى. سونيت عليه قلت له فين كولدي؟ قال لي أنا في تزلت. قلت له طلع بحالك ولدي، راه الكوشة راهي فيها الضرب، راه المشاكل طلع بحالك. قال لي اللحظة اللي جا طالع شدوه السيمي في الطراد يا سيدي عيسى. تكرفسوا عليه بمعنى الكلمة، ما خلاوش فيه. ولدي كيلبس الحوايج نقيين، ملي مشيت عند ولدي اليوم الحبس جبرته كله مقطع. يلاه سميته بن عبد العالي محمد، شفتي؟ وملي شدوه نهار الاربعاء حتى اليوم عاد شفت ولدي. نهار الاربعاء ملي اعتقلوه عاد شافوا الصباح. رجاله وهو اللي خدام عليا وعلى خوته. هالكوشة كلها كتشهد بان ولدي ما هو لا ملعب، ما هو لا مستمر، ما كنشوفوش حتى في الكوشة، ما كنشوفوش ديما خدام على خوتو ديما، وغصبوني فيه وخلاوني. شنو كيقولوا لك شنو؟ وليد عنده 17 عام عطاوه جناية، شتي؟ 17 عام عطاوه ابتدائي ولا هو جناية؟ هبط نهار السبت، هادي بلادي هبط نهار الجمعة نهار السبت ما خلاونيش ندخل، شريت داكشي اللي قسم الله وهبطت لعندو ما خلاونيش ندخل، هبط نهار الحد وشريت عاوت مسائل اخرى حتى انا ما عنديش، كنتكلف من هنا ومن هنا وكنشري. هذاك النهار قالوا لي تشوفوا المحاكمه، تحضروا المحاكمه ولدكم، فاش هبطوا يحضروا المحاكمه خلاوهم من السبعه د السبعه، من السبعه د السبعه وانا بحدا المحكمه الى حتى الخمسه د العشيه، تا ولدنا حنا تا ولدنا وما خلاوهمش يشوفوا ولادهم، ما شفتوش والله، ما شفتو بالله. هاكا هي حالة النار اللي اعتقلوا، هذه هي حالة، والله ما حيدتش ماشي كنعس فيها في المسيرة كتبكي، شتي المسيرة كانت هكا، راه شدتني الحملة ملي خرجت ملي بديت في المحكمة وانا كنبكي مازال كنبكي،
اختي لان اختي ما كاينش اللي غادي يدخل عليا شي حاجه الا هو، ما عنديش شي عوينه اخرى من غير داك الوليد، هو اللي هز معايا هد البوطه، هز العمل المعيد كلشي تانا سمح لي فيهم باهم، خلاهم لي صغار وتكفصت عليهم باش كبرتهم، يعاوني على خوتي وهم داو هنا. الله خاتي جميله الله ياخذ الحق ان شاء الله. ما جبرتها إذا شفت القرض الأرض لقيت راسي فيها، راه لا حنين الله يرحم من غير الله سبحانه وتعالى. شتي؟ مع العلم أستاذة واحد المعطى على أن كاين عائلات وكاين معتقل من ماشي غير من هذه الحومة، كاين من حومات أخرى. ولكن كاين واحد المعطى اللي مازال حنا كندقوا فيه وإلا كان صحيح يعني ماشي غير جريمة إنسانية، أن على مستوى المستشفى البلدي ملي كانوا الناس كيلتحقوا داك الناس نتاع لي سيكوريتي قالوا لهم غادي تخلي كيوقفوا في الباب، غادي تمنعوا ان السيفيل يدخل، غادي تمنعوا ان بحال اللي رجع مستشفى عسكري. وحنا كنبحثوا في هذه القضيه ويعني كان معطيات يعني يعني مجموعه ديال الناس كتقولها وحنا داك الشباب كنعرفوهم، ولكن يعني لدقه المرحله مازال عادي نكملوا فيه يعني التحقيق ديالنا فيه، هو انهم رماو لا توني ديالهم، قالوا لهم حنا ما خدامينش، الا كانت هذه الخدمه هذه حنا ما خدامينش، حنا الموقفين في الباب باش نستقبلوا اي مواطن مريض يدخل. اربعه نتاع الشباب من الشركه اللي شاده يعني لا سيكوريتي في الباب سمحوا في الخدمه ديالهم وانسحبوا انسحبوا، وربما الاستاذه يعني باعتبار انسحبوا على هذه النقطه هذه، هذه يعني هذه صعيبه كاع صعيبه وقعت حتى في الدار البيضاء. ولكن كاين اللي ساهل علينا تعرضوا للتحرش ولا يدخلوا عليهم، حنا خرج غير انا دخلوا عليا ولكن ما تحرش راه مازال توجد غير فيا يخرج غير يحل الخضره ضيعوا له الخضره بقى كيضربوا فيا ضربوا فقاع هو بقى كيخرج يخرج الخضره ما خلاوهش يحل داو الوقت بقاو عليه الصبا الغدا ضيعوا له الخضره كلها بلا يهضر مع الدواء تنجمعوا الدواء والدواء ضربوا الخضره من فوقاش ما شتيش شي حاجه ما فيش تما ماشي هذا الدواء انت جهرت من البيبه الدواء كيضربوا وبالحفه
مع 12 الليل ونص 12 من الدار من الدار اختي مسعودي مشى عند هذه الفرمليه ما كانت لا مسيره ما لا مسيره فضه وساله وجات واحد الصراط هي الثانيه ساله وهرسوا فضه ودوا في العيال هذاك الوقت ما كان هو شي كان ملي كيدوروا سحبوني جيراني ما تقولي تجاوب صرافي وحده الثانيه فرقت في الدوار على حنا علينا حنا العيالات حنينا علينا حنا كل وحده ولا بقات كتدخل ولدي جبره هو قالوا له داير يدخل قال ما انا ما داير والو ما عام مظاهره ما دايره هنا في بابنا وداوني في بابنا هذا هو كان في الصحي وراه في الحوار مع العامله بنتي داك الشيء كان في الحوار اي يا بنتي داوه من الباب بالحفره حتى جا واحد البوليسي من هنا داو له الحوايج ديالو والصباط هذا ديالو دابا انا كنطلب الحق ولدي باه هذا ديالو غلات محمد يقول لي وليدي ما داير ما متظاهر ما حتى شي قلب لويوني في الدره البيضاء ندخل عند السيمين واش هذا اللي يقول لويوني في الدره البيضاء ندخل عند السيمين باش نوقف في هذا الشيء ما حنا ما خصناش هذا الشيء حنا هذا الشيء راه ماشي من عندنا هما المسؤولين دايرين لنا هذا الشيء نضل ولا نطلبوا الحقوق يغبروا لنا هذا الشيء بهذا الشيء هذا اللي يقول ولا نضل يطلبوا الحقوق يدهيونا بنتي بهذا الشيء واش الولد عنده 37 عام كاين هاي لبواه فوقاش غي يشوف مستقبل حيت هبطنا في مسيرة احتجاج هبطنا في مسيرة احتجاج سلمية والبارح انا شفتني السيمي دارني هنا في الفندق غتسني وغتسني هاد الزهاد اللافت هذا كاين لي فيديو الزهاد اللي خرج في موضوع سلمية جا السيمي السيمي داير بيا دار بيا هاد الشيء هرب بغيت مسكين شبكة السيمي قتلوني 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 عند ولدي قتلوني انا كنقول له قتلوني 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 حيت قلت لهم هاشني قال لي يا بنتي الله ينعل دينك حاجك ودين مالك ودين والكين كنمشي نجيبوكم عند وكيل مالك وعندي الشهود غير بغاو يشهدوا وانا كنقول له اطلق منا الله يرحم الوالدين وهو كيضربوني بالحجر السيمي كيضربوني بالحجر واه وشدوني قلت لهم انا مي المعتقل علاش اعتقلتو عليه من الباب بداو كيدمروني سي في حالاتك قلت لهم انا ما نمشيش هنا غنقراو قتلوني ونلعب بي ونعمل بي لا حقي ما داير والو والله يا بنت كان خارج داخل المظاهره واه ما داير والو انت قلتي وانا ما كنخرج غير كنطلب من الوليدات كل شيء ما دايرين والو تمام فرض لينا تخرج قلنا وليداتنا قامت بقوه الامن ما شاء الله اييها بنتي القضيه تاع قوه الامن مؤخرا شوف واقفين الدراري هنا غير بواحد البلاصه هنايا لدرجه تجبروا 15 21 واحد كاينوا في السيمي شوف بنتي دخلوا هنا جبروا لنا كاع الشاب قلبوا لنا الطبسين جاوا كل شيء طلعوا لنا حتى السطوحه قلبوا لنا الطبسين في الماكله كاين دي فيديو واحد خرجوا لي تفازه من هنا مع الطابله حتى هما هادو قوى القمع هادوك ماشي قوى الامن قوى القمع حنا عاطينا محمد السادس هكذا شهرين غادي نجلسوا على ملكم ندبكوكم الدكاكه كندوزو على ديالكم هنا الدكاكه شهرين عندنا في تازه وراني الا كنزيد عليهم يا ربي يوم القيامه تحرق بلادكم وعيشه ما تقولش حتى هما شوف حتى هما مسلمين وانا من خوتي مسلمين ولكني شفاونا انت كنا الاعراض ديالنا كيقول لنا الهضره طايحه وليداتنا معانا راه بنادم واخا يعيا ما يشد الاعصاب ديالو لابد ما ينفجر اللي كتقول لنا غا بنات كيقول لها حنا رجال اسم قندوس العزيز هاد الطريق هادي من 66 انا كنقرا هنايا هاد الطريق مازال معايا جدنا المذكور محمد الخامس الله يرحمه وهاد الطريق هي مازال بغيت نقول عندنا حنا لا لامبيلونس لا حتى شي حاجه ما عندنا هاد شويه هذاك تحس به العداله والحميه ومشات بحال هكا هذا هو الطريق اللي شتي هذا شوف الحالات باش عايش اللي قال الاخ هو انني واحد من الضحايا اللي وقع في الكوشه هو انني يعني ما عطلت انا وولد الاخر وما جابش الله في الخدمه هذه 15 عام ما خدمش جاب الله واحد السيد انا كنت ندير الخضره بغى ينقدني من البطاله جابني كنتعاون معاه فاذا ب الغدا في الصباح كنلقى القصله ديالي كلها مرميه في الشارع شدوا داك البان لقاو كياكلوا يعني واش كيتغصفوا علينا وما عرفت انا سمو بغا يوصلوا اللي كاين ميساج ميم هو اللي بغينا نوصلو ان الناس هادو راهم تخبصوا عليا وردوني ازيرو يعني بغيت نوقف على رجليا ولكن هاد الناس هادو ولاو ردوني ازيرو دابا راني وليت كيما كنت انا غير كندور دابا حتى باش نستمر ما عنديش باش نستمر